تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الأولى حتى 26 من أغسطس الجاري. المزيد من التفاصيل نتعرف عليها من مدينة العالمين مع الزميلة شرمندة الدسوقي مراسلة DMC. صباح الخير وإليك شرمندة لمزيد من المتابعة والتفاصيل من مدينة العالمين الجديدة. نعم دينا، تحياتي لك ولكل مشاهدي DMC الكرام. بالفعل نتواجد داخل مدينه العالمين الجديده الساحره ونتواصل فيها فعاليات مهرجان العالمين الجديده في يومه السابع في يومي عفوا في عومه الثاني في من الاسبوع السابع. نواصل استمرار الفعاليات والتي جمعت فعالياته بين الفعاليات الرياضيه والفنيه والثقافيه والترفيهيه ايضا، وكما شاهدنا امس فعاليه من اهم الفعاليات الرياضيه التي تقام داخل مدينه العالمين الجديدة، وهي بطولة مصر الدولية لسباقات والمحركات والرياضات المحركة. وكانت هذه الرياضة مشاركة 500 لاعب ومتسابق، وكانت تتكون من 7 جولات على مدار 3 أيام، وانطلقت في 18 من أغسطس وتم الختام في أمس كما ذكرنا. أمس كانت عبارة عن 3 جولات، الجولة الأولى عبارة عن جولة فردية، أما الجولة الثانية كانت عبارة عن الفرصة الثانية للجولة الفردية، أما الجولة الثالثة والأخيرة هي جولة مشتركة بين ثنائيين من المشتركين يعني يستطيع الحكام تحديد الفائزين في نهاية الجولات. أما عدينا عن ردود الأفعال لهذه الرياضة من خلال المتسابقين أو الوفود المشاركة والمتابعين لها أمس، كانت الردود الأفعال عالية جدا، خاصة تحديدا في نقطة التنظيم العالي، وذلك بسبب التعاون الكبير بين إدارة مهرجان العالمين ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية للتسهيل وتيسير كل الأمور اللازمة في المناطق المتاح بها لعملية المسابقات. كما ايضا نود ان نبرز ايضا صوره الابهار، وان عدد ال 500 متشارك داخل هذه المسابقه هو اكبر عدد متشاركين لهذه الرياضه لسباق السيارات او كما يطلق عليها مسابقات الراي. يعني مدينه العالمين حققت المزيد والمزيد من النجاحات داخل هذه الرياضه والتي نود الاستمرار فيها داخل منطقه العالمين. بنتابع مع حضراتكم باقي وتفاصيل فعاليات المهرجان على باقي الايام الحاضره، وايضا يوجد مفاجآت عديدة في الأيام القليلة التي نختتم فيها مهرجان العالمين يوم 26 أغسطس. عودة إليك دينا. شرمندة الدسوقي مراسلة DMC رصدت لنا الجديد في فعاليات مهرجان العالمين، شكرا لك.